حاجه ان شاء الله ان هو يعني يبص للشارع مرور والامن ويرجع تاني للامن. واتمنى لان قد كده الراجل ده راجل محترم وله مصداقيه كبيره عند الناس وله شعبيه كبيره ان هو يفكر بالناس اللي حواليه ان هو ينتقي الناس اللي حواليه وكل الناس اللي حواليه تبقى ناس اهل خبره وليس اهل ثقه. وانا على يقين ان شاء الله هنعمل كده لان مصر محتاجه النهارده الناس اللي ليها خبره والناس اللي هي بتحب البلد دي وعايزه تعمل حاجه للبلد دي ومش الناس اللي هي عايزه توصل عشان توصل بس مجرد الوصول لنفسها. اتمنى ان شاء الله اقول انتوا غلطانين لان احنا عايزين نبين للعالم كله ان مصر هتجيب رئيس باراده شعبيه وليس بارادته هو. ولازم نبين للعالم ان اللي حصل في 30 يونيو ده ما كانش انقلاب عسكري، ده كان اراده شعبيه ولازم الناس كلها تعرف والعالم كله يعرف ان مصر ارادتها ما حدش الشعب المصري ارادته ما حدش هيدركها. شكرا.